هذا حرف كان عن نفسي اسمي هناء الصالح، عندي 2 سنين مدينة حلب. من السنة صوبت بظهري ما عاد أحسن أمشي، وأمي سمعت الصوت أنا بحب كتير المساحة، أجي المتطوعين صاي ياخدوني وأنا ومريم ونروح ونلعب ونغني ونرسم وبالمعجون نكتب ونشتغل أشغال يدوية. وأنا فرحان لأني تعب بتحسن وعب بتحسن شوي شوي. حلمي أصير مهاجر فيزيائية وبشان أساعد الأطفال مثلي.